صباح الخير أصدقائي، شلونكم؟ شلون أخباركم؟ جيتكم حلقة جديدة. طبعاً هذه الحلقة هواية أكو ناس سألوني العفو على المصاريف اللي بألمانيا، يعني شقد الواحد يصرف بألمانيا فلوس، يعني إذا مثلاً واحد اشترى سيارة أو مثلاً إيجار البيت أو مثلاً ملابس أو مصاريف الأكل، يعني موبايلك انكسر صار بيشي، فراح أشرح لكم على المصاريف مال شهر كامل. طبعا الارقام يعني مو كلش مضبوطه 100%، بس يعني هاي ارقام واحد يخليها بباله حتى يعرف ايش قد يصرف يعني. فراح انا طبعا كاتبين ورقه حتى ما اغلط بشي ولا انسى شيء. اولا نبدي من السكن. السكن طبعا هو اهم شيء، اكثر شيء راح تدفع انت بالشهر هو فلوس السكن. طبعا الشباب السبعيني دا تضرب قويه إذا تشوفون هالشي، بس حلو يعني أنا أحب الشمس قوية تصير عادي ماكو مشكلة. المهم السكن هو 40% فلوس السكن. شلون يعني ليش 40%؟ إحنا هنا بالألماني مو قانون، وإنما مثل القاعدة 40% من الراتب مالتك، يعني إذا أنت تأخذ 1000 يورو بالشهر خلينا نقول مثلا صافي، فلازم تدفع 400 للإيجار. يعني مو لازم، بس هي قاعدة إحنا يعني معروفة هاي، 40% من الراتب هو راح تدفع أنت إيجار البيت. طبعاً الإيجارات هنا بألمانيا تتراوح من 400-500، أكو 600، أكو 800، أكو 1000، أكو لحد ما توصل 1800 يورو إيجارات البيوت بألمانيا. يعني شوية غالي هنا عندنا بألمانيا، بس شو تسوي يعني، هي هاي العيشة هنا. يعني إذا تتراوح يعني هسان البيت الساكن بيها 450، فهيك يعني الاسعار تصعد لحد حتى اكو 2000، حتى اكو 3000، يعني 3000 يورو، 3000 يورو. المهم المواصلات، عندك المواصلات اذا عندك انت سياره فراح تصرف لك 50-60 يورو بالشهر مع البنزين، ما تحتاج اكثر اعتقد من هالشيء. بس مثلي انا مثلا اذا عندك انت ما عندك سياره فلازم تشتري تيكت هنا شهري، وهنا اكو تيكت شهري اسمه يعطوك هوية دولة اسمها برلين باص، يعني اللي عايشين ببرلين هوية صغيرة حتى شنو ينزل لك من الفلوس. يعني إذا التكت هو ب100 يورو فأنت تشتري ب80 أو 70، يعني شوية عرض لك لأنه أنت طالب أو أنت لاجئ أو أنت كذا يعني. فخلنا نقول 100 يورو مع التكت شهري. الأكل تقريبا يعني يحتاج لك خلنا نقول 250 يورو بالشهر، 250 يورو الأكل الزين يعني، بس مو دائما يعني كل يوم لحم أو كل يوم دجاج أو كذا، وإنما يعني أكل متوسط وعادي. بس إذا تأكل الأكل غالي يعني يكلفك أكثر من هالشي، بس خلينا نقول 250 كافي عليك بالشهر مع الأكل. وبعدين لازم تخلي لك 100-200 يورو ضمن همات كل شهر. ليش؟ مثلا موبايلك انكسر، مثلا تحتاج لك شيء للبيت تشتري لازم، يعني مثلا عندك جاكيت شفتها حلوة وشوية غالي سعرها، مو من الأسعار اللي تنظمها، يعني يمكن في 300-250 سعرها ولازم تشتريها، فأنت لازم نجمع لك كم فلس. ف100-200 بالشهر تخليه الاحتياط. إذا عندك زوجة طبعا راح يكون هالشي يعني مزايد، يعني 250 مال لك تسويها 500-250 لك، 250 للزوجة، وال50 مال البنزين او المية مال التيكت هم لازم تسويها 200، او الخمسين تسويها 100 لانه ياك عندك نفر ثاني صار زوجة. يعني عندك بعد شلون بالله هنا الاطفال، الاطفال لازم كل واحد 200 كل شهر تدفع لهم للروضة، هاي من غير اوراق المدرسة والدفاتر والاقلام وهالشغلات. المدرسة طبعا ببلاش عندنا هنا، بس الروضة بفلوس لازم تدفع قلت لكم 200 بالشهر. عندك بعد هنا الحكومة تنطيك بالشهر 200 يورو للأطفال، هنا أنا اسمه شيء اسمه كيندر جلد، يعني فلوس للأطفال ينطوهم بالشهر كل طفل 200، الأب والأم يأخذون. هذا طبعا يفيد أنك مثلا تدفع للملابس، تدفع لهم مثلا شوية مال الروضة، تدفع لهم مثلا يعني 200 كل طفل. بس قلت لكم أني 200 لازم تدفع للروضة كل طفل، يعني إذا عندك 3 أطفال لازم تدفع لك 600 يورو، يعني يكلف.
بس هي هذه العيشة بألمانيا، العيشة شوية غالية. يعني إذا تحسبها مثلاً هسا عندك 500 مال الـ 400، خلينا نقول الإيجار، عندك 250 أكل، هاي 600 750، عندك 200 احتياط، خلينا نقول تحطين يعني 500 600 700 800 900 1000، يعني يعبر الألف بالشهر. أنت لازم يعني الراتب ما يبقى من عنده شيء. أنا إن شاء الله أسوي لكم حلقة ثانية رأيكم، أقول لكم شلون الراتب يبقى من عنده شيء أو ما يبقى من عنده شيء، لأن هنا إحنا بألمانيا صعوبة يعني تقدر تجمع، ما يتجمع فلوس على قولة المصريين، تحوش، ما تقدر تحوش هنا. المهم مثل ما قلت لكم أصدقائي، هنا يعني العيش شوية غالية، يعني لازم تشتري مثلا التيكت الشهري إذا كنت لاجئ أو كذا، فلازم أنت تشتري يعني التيكت مال اللجوء. هم يعطون أكو هوية قلت لكم بها اسمها برلينا باص، هاي يعطيك إياها وتقدر على طريقة تشتري التيكت شوية برخص، شوية رخيص مو كلش رخيص يعني. وعندك مثل ما قلت لكم سكن البيت، مثل ما أنا مسوي، ما تقدر تأجر البيت مثلاً ب400 أو ب500 أورو بالشهر، فش تسوي؟ تروح تجيب وياك واحد، تكتب على الإنترنت من يريد واحد يشاركني بالبيت، اسمه في جاي فونونكس جيمانشافت، يعني سكن مشترك، وكلش حلو هالشي، لأن تلقى مثلاً بيت كبير، وهذا البيت الكبير مثلاً 100 متر مثل مالتي، شقة مو بيت، تجيب هذا وياك واحد، هو يدفع نص الفلوس مال الإيجار وانت تدفع نص، وطبعا هم زين، يعني تقدر مثلا الزيت الشغلات مالك تتقاسمها بالنص، مثلا الكهرباء المي الغاز تتقاسمها بالنص. طبعا ما قلت لكم أنا يعني هنا هم لازم تدفع فلوس للكهرباء، وفلوس الكهرباء مثلا أنا دا أدفع بالشهر 35 أورو، يعني تطلع تقريبا بالعراقي 40 او هيك شيء، او 45 42 43 بالشهر. طبعا هنا انا بالمانيا الكهرباء، بعدين اسوي لكم حلقه على الكهرباء شلون تدفع فلوس وشلون يحسبوا لك اياها. طبعا المي لازم تدفع حمات هنا فلوس، طبعا لازم تدفع للغاز، مثل اللي يعني انا عندي غاز، اكو ناس عندها مالتها الطباخ على الكهرباء فتنحسب الكهرباء. طبعا لازم تدفع للزباله، لازم تدفع تنظيف الشارع البلديه، دهل الزبالة، يذبون الزبالة، يعني هوايكو مصاريف. يعني الحكيتها هي هاي يعني الأهم شيء. وعدك بعد مثلا خلينا نقول أنت عندك اشتراك مع الإنترنت مع البيت، هذا ما تزن تحسبه، يعني أنا بالشهر دا أدفع 33 بس قلت لكم لأن أنا ساكن وياي واحد جبت سكنت وياي فدا ندفع بالنص. مثلا عندك إيجار الموبايل، مثلا تشتري موبايل بالأقساط، فلازم انت هذا الموبايل بالاقساط لازم تدفع بالاقساط بالشهر، خلينا نقول 20 30 همات، يعني هواي مصاريف، يعني مو كلش قليله ولا كلش هوايه، متوسطه، بس ما اعتقد تقدر تجمع فلوس هنا بالمانيا، شويه بصعوبه. ان شاء الله اصدقائي يعجبكم الفيديو، او عجبكم الفيديو اللي سويته هسه. اصدقائي اذا تشوفوني اول مره فاني اخوكم مصطفى من المانيا، يا ريت تتابعون الحلقات ملاتي كلها السابقة اللي أنا صورتها حتى تعرفوني منو أنا وشون أنا جيت من العراق وشون وصلت لألمانيا. طبعا أكو حلقات على اليوتيوب مالتي هذه القناة، أو تشوفوني على الفيسبوك همات من داخل ألمانيا، الصفحة مالتي على الفيسبوك. وطبعا تحياتي لكم من ألمانيا، ولا تنسون اللايك والاشتراك ومشاركة الفيديو للأصدقاء. وطبعا إذا عجبتكم الحلقة يا ريت تكتبوا لي تعليقاتكم، مثل ما أنا كل حلقة أقول لكم كتبوا لي تعليقاتكم إذا عجبتكم الحلقة أو لا، ويعني شاركوها بين أصدقائكم ونشروها بالفيسبوك. وأنا دا أسوي لكم إن شاء الله حلقات مستمرة، وإن شاء الله يعني أنا هسه كل أسبوع دا أنشر حلقة، بس بعدين أبدأ أسويها كل 4 أو 5 أيام حلقة، وبعدين إن شاء الله شوية شوية لمن أسويها يعني كل يوم حلقة إن شاء الله، بس تعرفون يحتاج لها وقت شوية يعني مو بسهولة. وتحياتي لكم، هاي الحلقة كانت المصاريف اللي تحتاجها بألمانيا بالشهر، المصاريف المتوسطة الاعتيادية. يلا تحياتي لكم، مصطفى من ألمانيا، سلام.